السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر خلاصة. لأول مرة تزور في القناة تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، أعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، معكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم عن مواعيد مباريات الجولة 23 من الدوري الفرنسي. الجولة اللي هتكون في يوم واحد بإذن الله تعالى، اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021. الفيديو هيكون فيه موعدين، الساعة 8 مساء بتوقيت مصر والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بالنسبة للمباريات الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. المباريات عندنا 5 مباريات في نفس التوقيت ده: استراسبورغ امام ستاد بريست 29، القناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 9 ومعلق المباراه باسم الزير، بوردو امام ليل، القناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 6 ومعلق المباراه مدر اليوسف، ميتز امام مونبلي، القناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 3 او 3، رين امام لوريان، القناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 5 ومعلق المباراه احمد البلوشي، ومباراه استاد ريمس امام انجي، والقناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 4 ومعلق المباراه احمد المعمري. بعد كده عندنا 5 مباريات في نفس التوقيت ايضا، التوقيت اللي هو الساعة 10 مساء بتوقيت مكة بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. الخمس مباريات اللي هم الساعة 10 مساء بتوقيت مصر و11 مساء بتوقيت مكة المكرمة هم كالآتي: موناكو أمام نيس، القناة الناقلة قناة بي ان سبورتس اتش دي 4 ومعلق المباراة عادل خلو، مباراة باريس سان جيرمان أمام نيوم أولمبيك، والقناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 6 ومعلق المباراة جواد بدة، ديجون أمام ليون، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 5 ومعلق المباراة حسن العيدروس، سان تيتيان أمام نانت، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 9 ومعلق المباراة عامر الخزيري، ومباراة لانس أمام مارسيليا، والقناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 3 أو 3 ومعلق المباراة محمد بركات. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.